هذا الأخ جزاه الله خير يقول إني قلت في أثناء كلامي عن المسيح فلما مات، هذا غلط، اللفظ غلط. المسيح توفي، توفي، قال الله إني متوفيك، قال المسيح فلما توفيتني، والوفاة معناها القبض، أن الله قبضه حيا ورفعه إلى السماء. أما موته عليه السلام فهو يموت في آخر الزمان بعد ما ينزل ويحكم لدين محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال، يموت بعد ذلك كما يموت غيره. نعم.